وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل السائل يقول: هل يوجد رؤى في هذه السنة في ليلة القدر؟ نقول إن ليلة القدر أيها الكريم الفاضل وأيها السائل المبارك لا ينشغل بها بالرؤى والأحلام، إنما ينشغل بها بالأعمال الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلا تكترثوا لما ينتشر في هذه الأيام من قيام بعض الذين يعبرون الرؤى بتنزيل المقاطع، فيقول لك هذه السنة في ليلة 25 في كذا إلى غير ذلك، فإن هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لما ذكر الصحابة رؤاهم في ليلة القدر ذكروها على باب ما على باب عدم القصد والتتبع، بمعنى أنهم تواطأت رؤاهم في ذلك، والنبي مع ذلك قال: ألا رؤياكم قد تواطأت، فلم يجزم لهم بأنها في ليلة كذا. نقل قال عليه الصلاة والسلام: التمسوها في العشر الأواخر. فالحمد لله أتاك من النبي عليه الصلاة والسلام هدي واضح بين في أن العشر الأواخر وفي الأوتار منه أحرى في ليالي القدر، فلماذا نذهب إلى الرؤى؟ والحمد لله هي أيام معدودة، وقد بين لنا فيها النبي عليه الصلاة والسلام ماذا نقول فيها، كما جاء في الصحيح من حديث عائشة: إن أنا أدركتها ماذا أقول؟ قال: أقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وفي الصحيحين من حديث عائشة: كان إذا دخل العشر النبي عليه الصلاة والسلام شد المئزر وحي الليل وأيقظ أهله. وقال عند أحمد في المسند من حديث أبي هريرة: فيها ليلة خير من ألف شهر، من حرم فقد حرم الخير كله. فنري الله من أنفسنا خيرا، ولا نهتم بمسألة الرؤى والأحلام في هذا الباب، لكن نهتم بمسألة الأعمال وبمسألة العبادات في ذلك، من الاعتكاف إن تيسر، من صلاة التراويح والتهجد، من تلاوة القرآن. كان النخعي يخدم كل ليلة، الشافعي يخدم كل ليلة في رمضان مرتين عليه رضي الله عنه ورحمه. وأيضا من الذكر ومن أعمال البر ومن أعمال الخير. صلى الله عليه وسلم.